مرحبا زيون. فيروس كورونا نحكو في 19 إذا ما هذا يلقف من معنى سوبريد الرذاذ إذا تسن زيبنا ذا مهرشن كورونا غاوني إتيريني صح مرا وذين يجي حطو جارسا فيروس كورونا إتنتقل عاود ذي رهوة مرا المسافة ثوذس جاوني قهرشن ذوني قصحن مرا مساقعنا الطاس نروقت الأعراض نرهراش الفيروس كورونا انتفى الطاس زيسن مرا يوري رحمون الجسم نيخ مرا يوقع روحران الطاس الجسم الإنسان نيخ توسوث نيخ أبلع نوانزان نيخ رهرش نتميجا نيخ أنزان تزدر نسوامان. فيروس كورونا يتحرج جاي 5 سنين باش ظهرت الأعراض النص خوني زي سهرشن الأعراض ثينا بدا نسرحمو توسوث تقصح أو عني جنسي مانا يتقصح خوني قهرشن الزايس هذي يعر النفس السنين يخصص هذي راح هذي قدوة في سبيطا. إذا فيروس كورونا هذه السهر شتاروت إذا هذه السهر شدات منايا إذا ما غادي نغ وني زي سهرشن ويسنقاص زير خدمة الأعضاء ندات غيني يوسان ديني ذي جار هرشات قصحن أمر هرش نسكا ذر هرش أمور قليل الطاس ماني نيتق الفيروس كورونا ثازدران وانزان سوامان وعاوذ الأعراض هينا وتجيبوهم مية ذي مية قدر هرش كورونا من زير تاويد ذي الطاس نماركة نغني الفيروسات تصمد ذا رواح الفرق جاء الرواح نخدم عونا قرهراش كورونا قليل مرمي نيس حسا وني نترقى في الدمعون سرحمو نيختي قصت وش جيف ويتيري شوي تنروح ران شماراث ذوب العنوان زان تقصت نتميجا توسو ثطاس الدمعون يتق في قصت وش جيف ذر وحران تقصت نتميجا ما شاو تجيبور بدا يتق رهراش نتاروت نيخ في قصت نصدر نيخ توسوث مشى فيروس كورونا يتيري كي يسرح مواطاس تقص ندات ذر وحران وقليل برمين يتكثي قص نتميجا ذر وحران مشى يتكثي قص نتاروت ذر هراش النس ماشي ناث نتنفس الاصطناعي نجيني يني هرشنس كورونا ذما مش نتسخدامن الطاس نسبيطارات دي العالم وزيسن المغرب استخدامن ماشي ناث نتنفس الاصطناعي باش دوان يني هرشنس كورونا ماشينا ثاثينا استخدامن تن باش تقن الدواء يني هرشن سترهراشات التنفس يقصحن خثاروت ويتعاون يني هرشن باش دار النفس باش تقن فان دغيا ماشينا التنفس الاصطناعي تعاون امهروش باش غادي يصفغ ثاني اكسيد الكربونيك ثاران ويتشي ثاروت الاكسجين ويسمغا غي زوران باش غادي يسين الدم ذ الكريات في شمرارين اكت حرابن رهراشات المنظمة الصحة دونشت قاقي الجن زي ستانيك هرشن كورونا يتقصيح خاسر حار باش ديار النفس ويتحرج جانس بقن ماشينا التنفس الاصطناعي تقن ناسي جن تيوس قموم نيقص بوانزان سدفنت غداخر ارذا نطوض غون قان الحلقة يا ارجل الحلقة النغلية ان شاء الله.